مرسل الفطامين ومسافة هذا التحدي هي 1500 متر، فأتمنت سلامة والتوفيق والناموس لجميع المشاركين. ننتظر انطلاقة هذا التحدي من قبل اللجنة من هنا من أرضية ميدان التلة. يشكرون أيضا على هذا الجهد المبذول دائما وأبدا، فهم عنصر النجاح نحو وراء هذه الانطلاقات دائما وأبدا. ننتظر انطلاقة هذا التحدي. بسم الله وعلى بركة الله تعالى انطلق ثالث الأشواط، فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع لأسير مع البداية وأتابع مكحولة عبيد بن حميد بن حارب الشامسي يأتي مع أول المراكز. شعار الشاهينية من ذهبت بدرع الأبكار، أما ثانيا في هذه اللحظات لأتابع مشاعر وصل بن حاتم محمد بن علي بن حاتم آل بلوشي، لكن تدخلت شليل. مرحبا يا شليل. سعيد بن سالم بن نايع الغفلي وصلت مهولة بشعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وخامسا أتابع مهابة علي بن راشد بن رويجدة الكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الخماسية الأولى لأعود مع الصدارة. بسم الله يا مكحولة، روحت مع المركز الأول بشعار عبيد بن حميد بن حارب الشامسي، اذكر الله عليها. لكن وصلت الشعارات، وصلت شليل سعيد بن سالم بن نايع الغفلي، وهناك مشاعر محمد بن علي بن حاتم البلوشي. شوف الواصلة مهابة مع بن رويجدة، وتدخل شعار الدكتور مع مهولة رباعية ولا أروع، لكن بن حاتم يحاول مع مشاعر وشليل مع بن نايع. وصلت أيضا وصلت مهولة وتحركت مهابة، يا له من شوط. ما بين شليل ومشاعر بن حاتم مشاعر روحت بالصدارة، روحت بالانتصار. محمد بن علي بن حاتم البلوشي سلامي عليك يا بن حاتم، روح بالانتصار. اما ثاني المراكز كانت شليل سعيد بن سالم بن نايع الغفلي، وثالثا مهابة علي بن راشد بن الوجدة الكتبي، ورابعا كان شعار الدكتور مع مهولة، وخامسا من وصلت هي شواهين سيب مطر الجابري. التوقيت الزمني 2:14.78 من الثواني، توقيت مشاعر محمد بن علي بن حاتم البلوشي. تهانينا والناموس يا